متابعي كرة القدم في كل مكان، أقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة وفاق الطائف والوداد البيضاوي التي تقام بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018. كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة ومعلقي المباراة أيضا. وتقام المباراة على ملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف بالجزائر، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الجابوني إيريك أوتغو كاستان الذي يبلغ من العمر 42 عاما. وتقام مباراة وفاق سطيف والوداد البيضاوي يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر، وال11 مساء بتوقيت الإمارات، وال10 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، وال7 مساء بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الجزائرية الأولى الرياضية المفتوحة وقناة بين سبورت اتش دي 1 المشفرة، ويعلق عليها المعلقين حفيظ دراجي وجواد إذا بدة. كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.